السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، مولانا حكم الإمام اللي يصلي بسم الله الرحمن الرحيم بيجهر في الصلاة، بسم الله الرحمن الرحيم أو يخفض بها، يعني الأصح إيه؟ الأمر في ذلك كله واسع، فيجوز أن تجهر كإمام ببسم الله الرحمن الرحيم ويجوز أن تسر بها، والأمران لهما أدلتهما القوية، وقد تقدم الكلام على هذا مرارا. السلام عليكم.